لهذا أحد العلماء يقول له فيلها لقد أضيع قدرها حتى توارى بالحجاب، بدرها تجرعت من غصص الزمان. هذا عالم شيخ الفقهاء والمراجع الأصفهاني، تقرأ الأبيات بمحضر العلماء والمراجع، يقول تجرعت من غصص الزمان ما جاوز الحد من البيان، وما أصابها من المصاب مفتاح بابها حديث الباب. خبرنا عن حديث الباب. قال إن حديث الباب ذو شجون مما جنت به يد الخؤون. أتضرم النار؟ اتعجب، أتضرم النار بباب دارها وآية النور على منارها؟ أيهجم القوم على بيت الهدى ومهبط الوحي ومنتهى الندى؟ إلى أن يصل إلى هذه الأبيات القاسية والمؤلمة: إذ رضت كالأضلع الزكية رزية ما مثلها رزية. يا الله يا الله. وجاوزوا الحد بلا طم الخد، شلت يده الطغيان والتعدي، فاحمرت العين وعين المعرفة تنزف بالدم على تلك الصفة. بعد بعد شو اللي جرى على الزهرة؟ خبرنا يا مولاي خبرناها. قال ووكزنا على السيف في جنبيها، يا زهراء يا زهراء أتى بكل ما أتى عليها. بعد يقول ولست أدري خبر المسمار، سل صدرها خزانة الأسرار. يا الله عذرني أقرأ البيت. يقول لقد جنى الجاني على جنينها فاندكت الجبال من أنينها، فاندكت الجبال من أنينها. يلا صيح وياي. زهراء يا زهراء، سمعني يقول من كثر الضرب ما ظل حال الغوى لا ظل حيال، لما تتب غصتها يا ويلي وش يفيد الويل، غسلها علي بيده وكفنه ودفنه بليل، وظل يتوسف عليها يا ويلي ويجذب الحسره. ارجوك تامل علي جبل الصبر، جبل الصبر امير المؤمنين. يقولوا لكن يوم اللي غسل الزهرة، يوم اللي غسل الزهرة يقولوا سمعوا صراخ أمير المؤمنين، صراخ أمير المؤمنين. إجا عمار وقيل سلمى، قال سيدي تأمرون بالصبر وتجزعون عند المصيبة؟ قال يا عمار لا تلمني، ولما غسلت الزهراء مرت يدي على ضلعها المكسور.
يا علي يا علي يا علي يا علي غسل الزهرة. إيه أحد الخطباء يقول معادة المرأة اللي تغسلها النسوان لولا لعادة النسوان اللي غسلوا النساء ها اللي تغسل الحرمة، لكن ما حد غسل الزهرة إلا علي، لأن أكو علامات ما حد يتحملها إلا أبو الحسن، وفوق هذا جزع وبكى قال إن الصبر لجميل إلا على فاطمة. آه آه وويله وويله. جاب الحسن وجا الحسين يريد يودعوا الزهرة، كل واحد رمى بنفسه عليه، كل واحد يقول يلغي الحسن يما من نومتش قعدي يا مكسورة الضلع. الحسين يقول من نومتش قعدي يا مكسورة الضلعين ونشفي دمعة عيوني ترانا عزيزك حسين ما قل عاد عن ولادك تصدين خان الدقر بينا وتشمتت بين الأعادي. قال الحسن إلى أخوه قال يا أخويا ماتت الزهرة وعمرها ما بلغ 20 راحت والضلع مكسور ومخضومة وحمر العين. يلا وياي وصرنا يتام يا ابن أمي وراحت أم حزان وإذا بصوت يا أبا الحسن ارفعهما عن أمهما فقد أبكيا والله ملائكة السماء. يقول أشهد الله أنها حنت وأنت وأخرجت يديها وضمت الحسن والحسين إلى صدرها. إيه ودفنها علي. ويلي يوم اللي دفنها، خلنا نذكر يوم اللي دفنها بلل تراب القبر بدموع عيني صار يبكي. شي نادي نفسي على زفراتها محبوسة يا ليتها خرجت مع الزفرات. لا خير بعدك في الحياة وإنما أبكي مخافة أن تطول حياتي. يقول يا زهرة عمري ما ظنيت أدفنك بيدي يم حسن يا ليت من قبل روحيك أنا روحي أخذ قلبك. يا ليت من قبل روحيك أنا روحي أخذ قلبك. يلا وياي بالونة كنت دايم أوصي الناس يصبرون بفقد لحظة وما ظنيت في لحظة يقدركني يا زهرة مصا وتالي الأمر يا قلبي أدفن قلبي في لترا على الدنيا العفا بعدك يا زهرة عمري يا محسن. شلون اتسلى يا فاطم وانت بفكري ليل نهار وشلون اقصد وطب للدار وام حسين مي في الدار شسوي انا في عمري خبريني انا محتار. ابقى وياك لو ارجع لزينب والحسن وحسن.
بعد شنو قال لك؟ شنو قال لك الأمير؟ يقول إذا رديت ما أقدر أشوف الباب والمسمار، وإذا صديت ما أقدر أشوف الدم على الجدار، وتتمنى لعم عيوني ولا توقع على الصغار، بذوب فاد من ألماح زينب والحسن وحزن. راحت الزهرة إلى رسول الله. راحت وديعة يا حيدر ودعتها، عندك ولد ليش بعد ضيعته؟ جتني الأضلاع مكسرة وبس ما شفتها، قلبي تفطر بالمصيبة يا حم الجار. يقول للعيون حمرة يا علي والخد أسود، والمتن من ضرب الرجس بالصوت مسود، مسمار نابت في صدره. الله، راحت الزهرة، استقبلها يا رسول الله، كأني بها تبث شكايتها إلى النبي. شو تنادي مثل هالليلة؟ بعدك يا بويا هجموا علي، وش صار بيا من شبة وإنا صار بيك يا زهرة؟ آني ورا الباب لني بلا حجاب، عصراني يا يوب بقوة بالجدار، وصرت ابكي وانعي وبخد دمعي كسرى لي ضلعي من صاب مسمار. تتحمل هالبيت يا الله؟ شلون اقرا هذا البيت؟ والله مؤلم على لسان الزهرة. شكاية على قبر ابوها. شو تنادي؟ تنادي بصوت ضربني وبرجله رفسني وبيده صفعني ولاختش الكرار بعد، ومحسن تعفر وضلعي تكسر، يا ابويا ما اقدر اوصف لك انصار. جلس امير المؤمنين بعد ان هومت عيناه قليلا على قبر الزهرة، قالت إليه: ابا الحسن امضي الى البيت، فقد جلست زينب تبحث عني. راح الامير. اول ما وصل، يلا ختام الابيات واسالك الدعاء، ختام المجلس. يوم اللي راح الى دار الزهراء، وإذا بيسمع صوت طفلة صغيرة تبكي. وين صار يدور عليها، شافها متمددة طول بطول على مصلاة أمها تبكي زينب. تنادي: شذكر يا يما من دلالك، من دلالك مدري تابوت بالله شلون شالك، والله خالي أني طبت ولقيت البيت خالي، صحت بصوت يا يما تعالي. ضمها إلى صدر بنية وكفكف دموعها نور عيني، تعزي بعزاء الله. قالت: بويا تعال. وين؟ تعال. أخذت بيده طفلة، أخذت بيده. وين ودته يا ناس؟ وين ودته يا عالم؟ ها، عندك زفرخ؟ عندك ونة على الزهرة؟ ودته إلى باب الزهرة.
إلى الباب شنو قالت؟ صاحت يا غديل الروح شيل الباب عن قدام جاف عيوني تتحمل وعيني تنظر المسمار خذ الجرح صدر أمي وشفت الجرح يا كرر بغاد الباب عصروقة وسقطت يا علي الجنين قالت يا ابوي اشوف هالمسمار بعد مخضب بدمقة والله اني بعيني شفت الرجس يلطمخه رجع لاقى العبد بالصوت على الاضلاع المغى بويا وديني الى قبر امي الزهراء وداها باخر الليل لما نامت العيون وهدأت الاصوات رمت بنفسها على القبر زينب شنو قالت آية يما موحشة الدنيا علي يا يما جيت ليك بس يا اخي جيه يا يما واضعة بقبرك دايا شو تقول بعد عني رحتين قولها وياي عني رحتين واصبحت بعديك يتيمة عني رحتين عيشتي ضيم وغظيمة عني رحتين وماتت الأم الرحيمة ايش قالت قالت أنا زينب قولها أنا زينب من القبر قومي يا يما أنا زينب صدري من بعدك يضم أنا زينب وحالي من بعدك يروح يمنى 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 حلاة الوالدة من تكون يمنى تضم أولادك بيزرق ويمنى تركتينا ورحلت بزفر يمنى إليك رد بعد لغاية إليك رد بعد لغاية لغاية هي آخ وفاطمة